كالتيرناتيف للبي اي دي ايش ممكن اعمل؟ ممكن احط ليد كومبنسيتر او لاج كومبنسيتر. امتى بلجأ للليد كومبنسيتر؟ متذكرين؟ ناسيين؟ طيب شو بضيفوا هدول اللي عندي في الترانسفير فانكشن؟ زيرو بول. اثنين بزيد كل واحد منهم بضيف لزيرو. بضيف بول هون عندي بضيف زيرو وبضيف بول. الليد كومبنسيتر متذكرين امتى بلجأ له؟ اذا عندي بدي اخفف بدي احاول احقق علاقه ما بين الاوفر شوت، يعني بدي احاول احقق علاقه ما بين الاوفر شوت واحقق رايز تايم بنفس الوقت. مش اقدر اجيب الاوفر شوت والرايز تايم بنفس الوقت. يعني مثلا بتطلع هون على الاكسس عندي اذا ضفت ليد كومبنسيتر بضيف زيرو وبضيف بول، بس مين الاقرب للاوريجن؟ زيرو. واذا عملت لاج كومبنسيتر ايش بضيف؟ بضيف بول بضيف زيرو. مين الاقرب للاوريجن؟ مين بذكركم هذا؟ البي اي كنترولر. بس البي اي كنترولر وين البول كان؟ في الاوريجن. هلا هذول عادة بيكونوا هم اقرب كثير طبعا لما رسمتهم، بيكونوا قريبين جدا من بعض، فبحسن اللاج كومبنسيتر ايش بيعمل؟ بتخلص من الستدي ستيت. حلو؟ وهذا هون عندي الليد كومبنسيتر بخليني احقق اوفر شوت ورايز تايم ات ذا سيم تايم. خلينا نشوف مثلا من ناحية واقعية من ناحية عملية ايش اللي بصير عندنا هون. نفترض عندي السيستم الاصلي موجود هون. هذول البولز لمين؟ للبلانت. اوكي، والبلانت اصلا كانت هي الروت لوكس تبعها بدون الزيرو والبول. كل فهم ايش معنى هذا الخط اللي رسمته؟ ايش هذا الخط؟ الروت لوكس امتى؟ لما ببدا ازيد كي. فلو ما عندي هون كنترولر، عندي بس كي، عندي بس بروبورشن كنترول، بديت ازيد كي وهي البول.